مرتين ورا بعض، نعم فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم يعني المرأة إذا اختلعت من زوجها تختلع من زوجها ليس لأنها تكرهه فقط، ليس لأنها لسه أن تعيش معه، لكن تخشى ألا تقيم حدود الله. هي المشكلة زي الصحابية الذين أخشى الكفر. اللي هي امرأة ثابت بن قيس اللي كنت أضرب بها المثل، لما كرهت زوجها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم رايح يصلي الفجر، لا واقف على باب الدار على باب الحجرة، فقال من؟ قالت امرأة ثابت بن قيس. ما لك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، أنا من سكة ومن سكة، إني أخشى الكفر في الإسلام. أخشى الكفر في الإسلام، الكفران العشير اللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، الواجبات المفروض عليها في بالضبط الحياة. ليه كرهته. وفي بعض الروايات لما أنا تتبعت طرق الحديث قديما كنت عايز أعرف ليه كرهته، ليه عايز أتطلق من ثابت ابن قيس. ففي رواية في مسلم الإمام أحمد إن هو ثابت كان قصيرا وكان دميما، وهي بصت من طرف الخيمة، كان في وسط رجالة فطاحل وطوال وخذاك، فشافته ماشي في النص كده ايه يعني، بس الرواية دي فيها مقال يعني، لكن هو العلماء قد يبحثون عن السبب في بعض الروايات الضعيفة عشان يخرجوا بها الايه، يخرجوا بها الكلام يعني. قالت فلولا خشيه الله لبصقت عليه. من الكلام ده يعني عايز اقول انها كرهته، لم تحبه، برغم ان ثابت بن قيس من اهل الجنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك. لكن النبي عليه الصلاه والسلام في المسائل اللي زي دي ما كان يجبر احدا على احد، ويكفيك بريره ومغيث. يعني لما مغيث جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم لأن بريرة أخذت حريتها ومغيث لا زال عبدا، فحينئذ تخير المرأة اللي ما فيش فيه كفاءة، هذه حرة وهذا عبد، تمام؟ فاختارت حريتها على أن تكون حرة تحت عبد. فمغيث كان يحبها حبا شديدا، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به. فلما جاءت ويعني قال لها يعني استمر مع كلام من هذا القبيل، قالت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيها. الله أكبر على الطاعة. والله حتى في أنا البداية. سبحان الله الكلمة أتأمرني، يعني لو لها أمر حتنفذه، حتى لو على الأرض، حتى لو على، لكن قال إنما أنا شفيع. ورغم ذلك أنا بصراحة استعظمت أنها ترد شفاعته، يعني برضه برغم أن هو لا الحرية، إنما راعى النبي يا شيخنا مسألة القلوب. في طبعا مفيش كلام، مفيش كلام، لكن أنا راعاني فعلا وجسمي اقشعر لما ردت شفاعته عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا الحق في ذلك، بس أنا يعني ما قدرتش أهضم الموقف يعني. فهي عندما تقول أنا أخشى الكفر في الإسلام، فقال أتردين عليه حديقته، وخلص ورد قال طلقها تطليقة، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. عايزة تخلص نفسها حتى لا تغضب، حتى لا تغضب ربها. أنا عايز البيوت تبقى ماشية على هذا، إن يبقى هم تزوجوا، يعني ما تبقيش عايزة تكرهي جوزك ويطلقك وتحافظي على كل اللي اداهولك ومعاكي وهو يروح مع السلامة. لا، أنا المعنى اللي أنا عايزه أكبر من هذا. أنها إذا خشيت أن تعصي ربها بعقوق زوجها، ده الحامل لها أن تطلق. وأنها تخشى الكفر في الإسلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الرجل الأول الذي طلقها ثلاثة تطليقات وتزوجت بعده رجلا، وهذا الرجل الآخر طلقها، حينئذ يجوز، حينئذ يجوز للرجل الأول أن يتزوجها بشرط إن تيقن، لأن الظن هنا لم يخرج على بابه، إنما خرج معنى اليقين. إن ظن أن اللي خلاكوا اتطلقتوا ثلاث مرات، ان ظنيتوا ان انتوا هتتلافوا هذه الامور وهتقيموا حدود الله، بقى ما فيش مشكله. يعني اذا حتى الرجعه بتاعتهم مشروطه، مشروطه بان هم يراعوا حدود الله عز وجل، ان هم هيتقوا الله سبحانه وتعالى، وتكون حياتهم جميعا على وفق الشرع. يعني كون حدود الله خرجت من بيوتنا يا شيخنا في معظم البيوتات إلا من رحم الله، خرجت مسألة الحدود والتعامل والحقوق والواجبات وهذه الأمور من خلال إن إحنا ندور في فلك القرآن وأوامره ونواهيه، يعني ده ودانا لهذه المرحلة الصعبة في الحياة في البيوتات اللي بنشوفها دلوقتي. يا شيخ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى، الأول يعيش الضنك الأول، يشرد هو وأولاده والبيوت تتفسخ والأولاد يتربوا لوحدهم والكلام دوت، ويطلعوا في الآخر أولاد غير صالحين في مجتمع، ده ينضم لعصابة كذا وده يروح يسرق مش عارف إيه الكلام ده وده يشرب والكلام ده، هو ما هو ده هو ده الضنك، إن الواحد زرعه كله يراه يصوح ويذبل أمامه وكلعن عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن ثلاثة ولد صالح يدعو له، حرم من ده بسبب من هذا البعد عن حدود الله في الحياة، يعني عذب بهم في الحياة، لأن كل يوم يستدعون لمركز الشرطة، كل يوم مش عارف يجيبوه جايب قضية عمال يطلع ويدفع كفالات وهو الأخير والكلام ده، وجايب له العار، هو قد يكون رجل محترم في الـ في الـ في البيئة وناس بيحترموه الكلام ده، ابنه يجر عليه الفضيحة ثم لا ينفعه في الآخرة. ده لمغزى الواحد لو ربى له جاموسة في زريبة هيشرب منها لبن يعني في الحياة يعني، واخد بالك؟ فعشان كده يبقى خسر الدنيا والآخرة، لا استراح مع أولادي في الدنيا وصرف عليهم واشتغل زي الحمار في الراحة طول النهار يشتغل وورد لهم زي الكمساري آخر نهار المسألة دي، ويعاني من أمراضه ويعمل وهو مريض عشان برضه يأكل الولد ويشربه ولا أحد يشعر به، وفي الآخرة الرجل بيترمي في القبر بتاعه لا أحد ينظر إليه ولا أحد يدعو له، يبقى خسر الأولاد حتى في الآخرة. يبقى إيه نتاج الحياة؟ لأن يعيش الرجل عزبا أكرم له وأفضل إذا كانت الحياة تبقى بهذه الصورة. نعم، يعني شيخنا نقدر نقول إنه البيوتات المسلمة حتى في الزواج وفي الطلاق بعيدة كل بعد عن هذا المنحة وهذا المنهج في معظمها، يعني أي في معظمها يعني في معظمها ما بقيناش نلاقي حد حتى وهو بيتزوج بقينا نلاقي الموضوع سهل جدا، زوجتك بنت على كتاب الله وسنة رسوله والصداقة المسلمة بيننا ونعمل فرح وشريط فيديو وبتاع الحياة انتهت على كده، وبعد كده لما نيجي نتخانق اللي انا قلته في الاول على كتاب ما ما ينفعش ما بنسي تماما بالظبط، نعيش بقى بنتي متربيه انت ابنك انا مش متربي ونخش في متاهات بالظبط بالظبط. نعم، الحاجه الثالثه ان المراه لا تعرف حقيقه وظيفتها بالنسبه للرجل، المراه جعلها الله عز وجل محل السكن وليس الرجل. نعم، هي المراه هي السكن عندها هي مش عند الرجل، وهذا ورد في ايتين من كتاب الله نصا وصريحا. الآية الأولى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، ده النص الأولاني. والنص الثاني ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم. نعم بالضبط كده، فالمرأة هي محل السكن، لكن كثير من الأمور المرأة محل النكد، خرجت بوظيفة السكن إلى وظيفة النكد. النكد بامتياز. آه بامتياز. نعم. بالضبط كده. الرجل يأتي متعبا من أيوة كده يا شيخ ناقش في غيرنا شوية. لا لا ما في رجال أغبياء يعني في رجال هم الذين أفسدوا المرأة. نعم. ولم يعينوها على أن تقوم بدورها يعني. يعني أحيانا بيكون حضرتك بتشوف إن ممكن المرأة تكون مستعدة لأن تكون هذا السكن، لكن الرجل خرجها برضه عن بالضبط. هذا الإطار بالضبط. فتركت السكن للنكد. بالضبط. نعم. لأن الرجل هو البعل، والبعل هو السيد المالك، بسبب أن الرجل أيضا انحرف عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة بتحط فوق العين نقطة واخد بالك؟ نعم. فما عادش البعل. نعم بتعاملوا على هذا الأساس يعني. نعم. ما لا تحترموه طبعا، إذا سقط حاجز الاحترام بين الرجل والمرأة بتبقى مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، لأن الرجل المفروض هو شيخ المرأة ومعلمها ومنه تأخذ الفضائل، فإذا عجز الرجل عن إيصال الفضائل إلى المرأة والمرأة بطبيعتها ضعيفة وقليلة الخروج، يمكن الرجل بيقدر يخرج المساجد، يقدر يسمع محاضرات، يقدر يلتقي بالشيوخ ويقعد معهم ويكلمه الكلام، لكن المرأة حبيسة البيت تقريبا طول الفترة، لا سيما إذا أنجبت الأولاد وإلى آخره بيبقى مكبلة، فمن أين يأتيها وازع الإيمان وهي على طول باستمرار في شغل البيت والأولاد والكلام ده؟ وحتى الرجل فقد وظيفته في مسألة حتى ما يسمعه زي كان أيام الصحابة، يعود إلى البيت يعود إلى البيت يتلون عليه آيات الله وأن الله عز وجل قال كذا وكذا، حتى النساء من كانوا يسألوا يسألونهم ماذا أنزل من القرآن وماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طب شيخنا يمكن أنا هتوقف عند هذا الحد وعايز أعرف يعني كيف نستطيع أن نعيد الانضباط إلى البيوت من خلال إنزال آيات القرآن على واقع الحياة فعلا، بعيد عن أنه بركة في البيت أو أن احنا بنسمعه فقط دون تفعيله في حياتنا.